الرئيس الصيني وعد بزيادة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني في مصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد من قناة مصر ميديا اي بي. من كرمكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ في الفيديو على طول. شكرا لكم جدا. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي ان الرئيس الصيني شي جينج بينج وعد بزيادة التنسيق خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والتبادل الثقافي مع مصر. وأشار راضي إلى أن الرئيس الصيني أبدى إعجابه باهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعليم المهني باعتباره أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد، معربا عن استعداد بلاده لتقديم دورات وبرامج تدريبية متقدمة في هذا المجال. وأضاف أن الرئيس الصيني أبدى اهتماماً كبيراً بما عرضه السيسي من تطلع مصر لاتخاذ خطوات لتعديل الميزان التجاري بين البلدين، إلى جانب زيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين لمصر، خاصة أن جميع المناطق السياحية أصبحت آمنة تماماً. وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى إعجابه بالاستقرار والأمن الذي تحقق خلال فترة قصيرة في مصر، ووعد بزيادة التنسيق خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والتبادل الثقافي. وتابع المتحدث في تصريحات الصحفيين في بكين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض في كلمته أمام قمة المنتدى الدولي الثاني لمبادرة الحزام والطريق التي ستبدأ غدا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 37 دولة رؤية مصر الشاملة حول المبادرة وما يمكن أن تقدمه لدعمها، مشددا على القيمة المضافة الكبيرة التي تمثلها خاصة في ظل محورية موقع مصر الجغرافي والإمكانيات الهائلة التي يوفرها محور تنمية قناة السويس. المصدر أخبار اليوم. في نهاية الفيديو لو قدمت لكم معلومة جديدة أو خبر استفدتوا منه أتمنى ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.